نتكلم اليوم عن التقرير اليوم العالمي عن أمراض تخثر الدم. أقامت مدينة الملك فهد الطبية اليوم العالمي عن أمراض تخثر الدم تحت شعار لنجعل مدينتنا خالية من أمراض من الجلطات الوريدية، وذلك عبر التوعية ونشر شرائح اللي ممكن أنها تساعدنا في التعرف على هذا المرض أكثر وأكثر. خلينا نتابع التقرير اللي قدمه زميلنا خالد الجبر ونرجع لكم أعزائي المشاهدين. احنا نمثل قسم الاسنان، كثير من المرضى هنا في المدينه الطبيه يعالجون في عياده تخثر الدم، يتم تحويلهم علينا عشان نتعامل معاهم. دائما نتعامل معاهم بحذر لانه في ادويه معينه تحتاج تحليل سيوله للدم، في ادويه مثلا معينه نحتاج نوقفها قبل موعدنا، بس طبعا كلها مع الاستشاره بيننا وبين قسم الدم. فالحالات هذه تحتاج تثقيف كثير لانه في مرضى يوقفون العلاج بدون استشاره طبيب الدم، وهذا يسبب لهم مضاعفات عكسية غالبا. طبعا الفعالية هذه تنظم على طبعا السنة الثالثة على التوالي. طبعا هي تهدف إلى تثقيف الكادر الصحي والمجتمع والمرضى المنومين ومراجعي العيادات الخارجية بأحدث وسائل الوقاية والعلاج والتشخيص من الجلطات الوريدية. نقصد الجلطات الوريدية هي جلطة الساق وجلطة الرئة. السنة التركيز الرئيسي على الوقاية من الجلطات، الوقاية خير من العلاج. الوقاية من الجلطات الوريدية للمرضى المنومين. تخيل أن من كل 10 حالات وفاة للمرضى المنومين حالة واحدة بسبب الجلطات الوريدية بما يعادل 10%. والمرض يمكن الوقاية منه. المرض يمكن الوقاية منه، ويمثل عبء اقتصادي على الدول المتقدمة. تخيل العبء الاقتصادي للجلطات الوريدية المكتسبة أو المرتبطة بالتنويم إذا لم نتبع سبل الوقاية، 15.5 بليون سنويا في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا السنه يعني الفعاليه كل سنه نضيف اضافه جديده، اضفنا اشياء جديده مميزه لاستقطاب الجماهير. عرضنا معرض تشكيلي ورسم مباشر طبعا بتكون الصوره مفاجاه، وهي تهدف بالاول والاخير الى الوقايه من الجلطات الوريديه. ايضا طبعا مشاركه فعاله من داخل المدينه من اقسام عديده تتمثل بقسم التمريض، بقسم مستشفى النساء التخصصي، قسم العلاج الطبيعي، الصيدلاني، الخدمات الصيدلانيه، ايضا مشاركه فعاله من خارج المدينه. طبعا عندنا التدخين، برنامج مكافحه التدخين، وايضا برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وايضا النادي الاجتماعي. السنه الجديده النادي الاجتماعي تركيز على النشاط البدني، من اهم النشاط البدني من اهم سبل الوقايه من الجلطات الوريديه. دائما طبعا المراه الحامل من الفئه اللي معرضه للجلطات الوريديه في الحمل وما بعد الحمل، لانه هناك مؤشرات خطوره اللي هي طبعا وجود الهرمونات الحمل وكثافتها في الجسم، كمان وزن البيبي وجوده يعمل عامل مهم جدا في الضغط على الاورده وتعرض المراه للجلطات الوريديه. ايضا النظام المراه الحامل دائما يميل الى الراحه والها، فننصح لهم طبعا دائما بالتحرك والعمل طبعا الرياضه، خصوصا اذا كانت هذه المراه عندها امراض مزمنه مصاحبه للحمل. مشاركتنا في هذا اليوم مهمه جدا، لاننا احنا نرعى فئه معينه من المجتمع او من اللي هم فئه الحوامل المعرضات للجلطات الوريدية. فهدف هذا المؤتمر التوعية سواء للأطباء المقيمين والأخصائيين أو فئة المجتمع الأخرى، بحيث هدف اليوم التوعوي توعيتهم بماجد جديد في الجلطات الوريدية ومعالجتها وحساب الخطورة، نسبة الخطورة أو التعرض للجلطات الوردية سواء للحوامل أو الفئة الأخرى اللي هم المرضى الكبار السن